ظل الهجوم الممنهج على ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان من قبل الأعلام الغربي، قوبل في الساعات الماضية برفض شديد لزيارته بريطانيا لتقديم التعزية بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية، حيث أشارت بعض المعلومات إلى أنه لن يحضر الجنازة. فهل يعود سبب غيابه إلى الخوف من ردة فعل الأعلام والشعب البريطاني؟ أعتقد أنه الأغلبية طلعوا على خبر إعلان نيوم وقرأوا ما هي التساقطات. وفي التفاصيل، كان قد أشار مصدر بوزارة الخارجية البريطانية أمس إلى أنه لم يعد من المتوقع أن يحضر بن سلمان جنازة الملكة إليزابيث الثانية، خلافاً لتوقعات بريطانيا السابقة بحضوره، لافتاً إلى أن السعودية سيمثلها الأمير تركي بن محمد آل سعود، وهو وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء منذ عام 2018، كما أنه حفيد الملك الراحل فهد وجزء من الجيل الجديد الذي وصل إلى السلطة بمساعدة الأمير محمد، مضيفا أن السعودية هي من أجرت هذا التغيير، وذلك بحسب صحيفة رأي اليوم. وأشارت المعلومات إلى أن بريطانيا هي من دعت الزعماء من الدول الحليفة لها لحضور الجنازة، لكن الأمر متروك لتلك الدول لاختيار من يمثلها. ويسلط الضوء على التمثيل السعودي في الجنازة بحثاً عن أي مؤشرات على مزيد من التراجع في الجمود الدبلوماسي الذي فرضته دول غربية على بن سلمان بعد رحيل الصحفي جمال خاشقجي بحسب المصدر السابق. وفي السياق، شارك عشرات النشطاء في تظاهرة رافضة للزيارة المقررة لبن سلمان إلى العاصمة البريطانية لندن للتعزية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث حمل المشاركون في التظاهرة لافتات وشعارات تصف ولي العهد بأنه شخص مؤذن وغير مرحب به في جنازة ملكة بريطانيا، وذلك بحسب جولف نيوز. واحتشد هؤلاء قبلة قصر باكنغهام أثناء حضور الملك تشارلز لمطالبته بمنع بن سلمان من المشاركة بجنازة الملكة باعتباره إساءة لها ولبريطانيا. وطالب المشاركون الذين يمثلون اتحادات نقابية وجهات حقوقية بمحاكمة ولي العهد على انتهاكاته لحقوق الإنسان. هذا وكان قد أثر الإعلان عن زيارة بن سلمان المتوقعة لحضور جنازة الملكة إليزابيث غضب الصحف البريطانية، حيث سلطت الضوء على استياء واسع بين نشطاء حقوق الإنسان الذين أكدوا أن بن سلمان يحاول استغلال الحدث لتلميع صورته دولياً بحسب جولف نيوز. وبدوره، أوضح الباحث السعودي المقيم في واشنطن عبدالله العودة أن رحلة بن سلمان تتزامن مع إجراءات صارمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بالمملكة، زاعماً أن الأخير بات أكثر جرأة في السفر حول العالم دون خجل أو خوف من ملاحقة، مؤكداً أن زيارته إلى بريطانيا تعكس غروره ليس إلا، وذلك بحسب المصدر السابق.